بعد دكتور انا دي النشر طعم بحلاوة رمضان على الشباب والرياضة. بشكر كل مستمعينا الأعزاء الغاليين علينا، كل سنة وانتم طيبين. أستاذ محمود صقر شكرا على التهنئة، كل سنة وحضرتك طيب ومصر كلها بخير. على التليفون أستاذ مليجي، صباح الخير، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الفل يا دكتورة. صباح الفل على حضرتك، ودايما منور الدنيا والله، نوركو والله اللي دايما بيدينا طاقة العمل في الشباب والرياضة. الله يخليك يا دكتورة، كل سنة وحضرتك ومحمد البهواشي ومحمد نور وجميع العاملين في إذاعة الشباب والرياضة والمستمعين ومصر كلها، يا رب طيبين وبخير بمناسبة شهر رمضان وبمناسبة عيد تحرير سيناء. بشكر حضرتك جدا، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة. ممكن في أغنية كده بسيطة اسمعها؟ حاضر، قول يا رب يكون في وقت إن شاء الله. حتى لو دي أغنية قديمة جدا لليلى مراد، اسمها يا رايا على صحراء سيناء، سلم على جيشنا اللي حمينا. الأغنية دي غنتها بعد 67. يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا. صباح الفل. صباح الفل عليك، بشكرك جدا جدا، شكرا استاذ مليجي. شكرا.